33 لعبة مختلفة هتكون حاضرة في أولمبياد طوكيو 2020. لكن بيفضل السؤال، إزاي بيتم احتساب الدولة الفائزة بالأولمبياد؟ كل منافسة بيتحدد في نهايتها أصحاب أول 3 مراكز، الأول بيكسب الذهبية والتاني الفضية والتالت البرونزية. لكن في ألعاب زي الملاكمة والجودو والتايكوندو والمصارعة بيكون في ميداليتين برونزيتين في نفس المنافسة. هل كل لعبة ليها نقط معينة وبيتجمع مجموعهم في الآخر؟ ولا بالدولة الأكثر تجميعاً للميداليات بشكل عام؟ لو رجعنا لآخر نسخة من الأولمبياد واللي كانت في ريو دي جانيرو 2016، كان في 973 ميدالية متنوعة بتتنافس عليها كل دول العالم. أمريكا تصدرت ب 121 ميدالية، وكانت أكتر دولة كسبت ذهبيات، 46 ذهبية، 37 فضية، و 38 برونزية. لكن في نفس جدول الترتيب هنلاقي بريطانيا في المركز الثاني، رغم إن مجموع ميدالياتها 67 أقل من الصين صاحبة المركز الثالث، 67 ميدالية لبريطانيا و 70 للصين. طب إزاي؟ الترتيب في الأولمبياد بيعتمد في الأساس على مجموع الميداليات الذهبية أياً كان مجموع ميداليات الدولة، وفي حال التساوي في الذهبيات بيتم اللجوء للميدالية الفضية، ولو استمر التساوي بيتم اللجوء للميدالية البرونزية. بمعنى إن لو دولة حققت ميدالية ذهبية واحدة بس، ترتيبها ممكن يكون أعلى من دولة حققت 10 ميداليات متنوعة بين فضية وبرونزية. طب لو حصل ودولتين يتساووا في كل شيء، يعني جمعوا نفس عدد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، هل بيكون في أفضلية لألعاب معينة؟ اللجنة الأولمبية أعلنت في حال تساوي دولتين بياخدوا نفس المركز، يعني في المثال اللي فات لو كانت الصين وبريطانيا متساويين في كل حاجة يبقى الدولتين في المركز التاني، وبتتكتب دولة قبل التانية وفقاً لترتيبها الأبجدي.